احتضن مركز الاتفاقيات محمد بن أحمد لوهران الطبعة السادسة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات من الفاتح إلى غاية الرابع من نفس الشهر، حيث أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي رفقة وزير الشباب والرياضة على افتتاح التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار من أجل مساهمة فعالة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات لتنويع الاقتصاد الوطني. واستهل الوزير والوفد المرافق له جولته عبر مختلف أجنحة المعرض الوطنية والدولية، حيث قدمت له شروحات حول قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ليختتم الزيارة بندوة صحفية خصصها لإبراز أهمية هذا الصالون ومساهمته القوية في بعث قطاع الصيد وتربية المائيات في الجزائر. نظن المشاركة الوطنية راكم تشوفوها مشاركة قوية، سواء كانت من مؤسسات خاصة ولا اليوم مؤسسات اللي تلعب دور في تعطير في التأمين في كل ما يخص المداخلات، وحتى في تسيير بعض الهياكل كما الموانئ تاع الصيد البحري. ونظن هذا أننا نجمع كل هذا المتداخلين ونجعلهم في ديناميكية أنهم يطوروا استثمارات في المجال، وتدخل هذه العملية في إطار برنامج الحكومة بالطبع، لأننا محتاجين اليوم أننا نستغل كل قدراتنا، وفي نفس الوقت أننا ننوع الاقتصاد، أننا نستغل كل الطاقات الطبيعية اللي عندنا وحتى البشرية. ونظن هذا الصالون يلعب هذا الدور أنه يلم كل هذه القدرات ويسمح لهم هما من بعد أنهم مع الآخرين حتى مع الأجانب يقدروا يستفادوا من تجارب على المستوى البحر الأبيض المتوسط ولا على المستوى أوسع.